Manchmal können die. كان يضربك يضربه. اي بالضبط. عندي مريضة تعبانة جدا. حولت سناء إلى مستشفى الولادة ليكتشف الأطباء حالة خطيرة قد تودي بحياتها. الحالة حقت كتب إنه شروع بالقتل، إنه شاف كدمات وتشويه وضرب وخنق ما في شيء ما سواه فيها. إيش ممكن تسوي طيب؟ أرفع قضيتي لقاضي السماوات والأرض.